أستاذ مولود ولمستمعينا الكرام. أهلا بك. من المجلس الدستوري إلى المحكمة الدستورية بموجب الدستور الأخير للجزائر، دستور الفاتح من نوفمبر عام 2020، ما المكان التي بلغتها والدور الذي تؤديها اليوم المحكمة الدستورية في الجزائر في كافة المناحي؟ هو في الحقيقة سؤال مهم جدا وجوهري، باعتبار أنه إذا ما رجعنا إلى الأنظمة القانونية المقارنة فغالبا ما نجد هناك هيئتان، هناك المجلس الدستوري والمجالس الدستورية وهناك المحاكم الدستورية. فكما نعلم جميعا بأن الجزائر في دستور 1989 استحدثت أنشأت مجلسا دستوريا، وهو هيئة ذات طابع يعني سياسي تصدر آراء في غالب الأحيان أنها لا تكون ملزمة. أما التوجه الجديد للجزائر الجديدة، لمؤسسات الدستورية للجزائر الجديدة في ظل هذا الدستور، دستور الفاتح من نوفمبر 2020 الذي صدر في الجريدة الرسمية يوم 30 ديسمبر 2020، فهو قد استحدث المحكمة نظام أو مؤسسة المحكمة الدستورية، وهي مؤسسة دكتورية رقابية، ودعني نبسط، هي هيئة يغلب عليها ذات الطابع القضائي، بمعنى أنها تصدر قرارات وأن قراراتها هي ملزمة لكافة المؤسسات والسلطات العمومية والإدارية والقضائية، فهي تختلف جذريا عن مؤسسة أو هيئة المجلس الدستوري، سواء من حيث تركيبتها، سواء من حيث طبيعتها، ولا سيما من حيث القرارات التي تصدرها، وحتى من حيث المهام التي أسندت لها في ظل الدستور الجديد للجزائر، باعتبار أنها لها مهام هامة جدا، وقد تم توسعة تلك المهام التي كانت منوطة بالمجلس الدستوري، تم توسعتها إلى هذه المؤسسة الدستورية الجديدة التي في الحقيقة اليوم نحتفل بالذكرى الأولى لتأسيس أول محكمة دستورية في تاريخ الجمهورية الجزائرية. هي وثبة وانتقال كبير في مسار بناء مؤسسات الدولة، ومحطة جديدة من محطات البناء المؤسساتي للدولة التي تعمل على تعميق الممارسة الديمقراطية في الجزائر، وخطوة من خطوات الإصلاح التي طبعا تضمنها برنامج رئيس الجمهورية. اليوم ينتظر الكثير من هذه المحكمة، ونشاط عملها خلال هذا العام يؤكد ذلك بروفيسور عميرش، حوالي 34 قرار يتعلق بالدفع بعدم الدستورية إلى دراسة أكثر من 60 طعن، كذلك هناك 4 قوانين فيما يتعلق بمطابقة القوانين، نشاط ثري يؤكد هذه المكان التي تؤديها المحكمة الدستورية اليوم. بالفعل، وما يزيد ثراء لهذه المحكمة الدستورية هو قدرة أعضائها، تركيبتها على الاستجابة للتطلعات ولتجسيد مبررات وجودها. نعلم جميعا بأن السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية هو قد التزم أمام الشعب يعني ب 54 التزام في حملة الرئاسيات، وهو يجسدها التزاما والالتزام، وجل الالتزامات هي منوطة بتعديل عميق للدستور، هو الالتزام رقم واحد. وبالفعل بعد تعديل الدستور وبعد تنصيب المؤسسة الدستورية، أعتقد باللي أهم مؤسسة هي مؤسسة المحكمة الدستورية بفعل المهام والصلاحيات التي تتمتع بها. وهنا دعني أقول باللي تركيبتها من حيث تشكيلتها، فجلهم هم رجال قانون، فهم مختصون في القانون، ممارسون القانون، 6 منهم ممارسون للقانون. لإضاءة أكبر وإحاطة بهذه الجزئية المهمة من ناحية التركيبة، بروفيسور عميرش، ما الذي تغير من المجلس الدستوري إلى المحكمة الدستورية من ناحية التركيبة البشرية؟ من حيث التركيبة البشرية، كان المجلس الدستوري متكون نعم من 12 عضو، 4 تعينهم السلطة التنفيذية رئيس الجمهورية، فيهم رئيس المحكمة الدستورية المجلس الدستوري، 4 يمثلون السلطة التشريعية، و4 يمثلون السلطة القضائية، بمعنى فيه توازن بين السلطات العامة في الدولة. لكن تركيبة المحكمة الدستورية
مختلفة اختلافا جوهريا، بحيث أن الأربعة يعينهم رئيس الجمهورية بما فيهم رئيس المحكمة الدستورية، ولكن ستة كاملين يعني نصف أعضائها هم أساتذة التعليم العالي في القانون الدستوري يعني بدرجة بروفيسور، والستة الآخرين هم لهم خبرة قانونية وتكوين في القانون الدستوري، واثنين منهم واحد يمثل عضوا تنتخبه المحكمة العليا وعضوا تنتخبه مجلس الدولة. بهذه التركيبة وحتى السن هم أكثر من 50 سنة تبقى لأحكام الدستور، لهذا بحيث هذه التركيبة فهي مؤهلة يعني تحصيل حاصل هذا النشاط السريع خلال السنة الأولى، هو في الحقيقة يجسد قدرة هذه التركيبة هذه التشكيلة على 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 ضمان بالدرجة الأولى ضمان الحقوق الأساسية والحريات الأساسية للمواطن، لأن أهمية أي وثيقة دستورية هي في مسألتين بالدرجة الأولى، في ضمان ممارسة الحقوق والحريات المكرسة في الدستور، وهنا في هذه الجزئية نلاحظ بأن الدستور الجديد قد وسع من منظومة الحقوق والحريات بأزيد من 14 حقا وحرية جديدة، وبضمان تجسيد هذه الحقوق والحريات، وأيضا في مسألة تنظيم السلطات. فهنا نأتي إلى المحكمة الدستورية، أولا فهي الضامن للحقوق والحريات ولا سيما الحقوق والحريات المنوطة بالمواطن خاصة بالمتقاضي بالمواطن على سبيل على وجه أخص، وهو موضوع الملتقى الدولي للمحكمة الدستورية، وأيضا باعتبارها هي الضامن هي التي تضبط سير المؤسسات العامة في الدولة ونشاط المؤسسات العامة في الدولة، وهي يعني نقول للمستمع الكريم بأنه فمن مهامها الجديدة أنها يمكنها أن تفصل في الخلافات التي قد تنشأ بين المؤسسات العامة في الدولة بين السلطات العامة في الدولة السلطة التشريعية السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، يعني بين قوسين هي حكم بين السلطات. ممتاز. أعتقد بالإضافة إلى أنها تظهر على الطابع يعني مسألة مؤسسة رقابية دستورية تظهر على احترام أحكام الدستور على مدى تطابق العمل التشريعي والتنظيمي مع الدستور، والحاجة الأوسع أيضا في مسألة ضمان حقوق المواطن وحرياته لا سيما المتقاضي أمام السلطة القضائية أمام القضاء. وفي هذا الصدد رئيس الجمهورية قال أدركت محاط الشعب لعدالة حقة وجزائر جديدة مهابة الجانب. بروفيسور نذير عمير سنتحدث عن هذه النقاط، تفضل بالبقاء معي، نذهب إلى فاصل قصير مشاهدينا ونعود إليكم. أهلا بكم مشاهدينا من جديد، كنا نتحدث إذا مشاهدينا حول هذا الملتقى الدولي الأول حول حق المواطن في الوصول إلى القضاء الدستوري، وهذا احتفاء بالذكرى الأولى لتأسيس المحكمة الدستورية. أجدد الترحيب بالبروفيسور نذير عميرش أستاذ القانون الدستوري بجامعة قسنطينة. بروفيسور أهلا بك من جديد. الأخ مولود يا مرحبا. البعض يصف الصلاحيات الكبيرة للمحكمة الدستورية وما تحوزه من صلاحيات واسعة جعلها صمام أمان لضمان دولة الحق والقانون وضمان عدالة نزيهة. بروفيسور عمير. نعم، والضمان من بين ضمانات قيام دولة الحق والقانون المتعارف بها عالميا هي مسألتين على وجه أخص، وهما أو عدة ضمانات. أولا احترام الدستور، والمحكمة الدستورية هي الضامن لاحترام الدستور ولتطابق العمل التشريعي والتنظيمي مع أحكام الدستور. أيضا مسألة الفصل بين السلطات، وهي حكم بين السلطات في حالة نشوب خلافات بين السلطات والعامة في الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية بعد إخطارها بذلك. أيضا مسألة احترام حقوق الإنسان وحرياته، وهو الأبرز في من أهم موضوعاتها، واليوم الملتقى يتناول مسألة طريقة الوصول المواطن إلى القضاء الدستوري، وهو حق مكفول له تكفله له المادة يعني حق مباشر
مباشر وكطريق مباشر للمواطن، فتكون هنا المادة 195 من أحكام الدستور الجديد، بحيث أنه يمكن إخطار المحكمة الدستورية بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي أو التنظيمي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك حقوقه وحرياته التي يضمنها الدستور. وحتى نبسط للمستمع الكريم أهمية هذا الملتقى، لأنه مرتبط بأحد مهام الجديدة للمحكمة الدستورية، فهنا نقول الجديد في هذا النص هو توسيعة الدفع بعدم الدستورية من حكم التشريعي فقط طبقا للتعديل 2016 الدستوري ل 2016 إلى توسيعته إلى حتى الحكم التنظيمي. يعني بمعنى بسيط يمكن لأي متقاضي يعني عنده قضية أمام أي جهة قضائية عبر الوطن، سواء كانت محكمة ابتدائية، سواء كان مجلس قضائي، سواء كانت محكمة عليا هذا بالنسبة للقضاء العادي، أو كان أمام محكمة إدارية أو محكمة إدارية استئنافية أو محكمة أو مجلس الدولة هذا بالنسبة للقضاء الإداري، وحتى أمام محكمة الجنائية، شاف هذا المتقاضي بأن فيه مادة قانونية، مادة في قانون ما كان عضوي عادي أمر أو مادة في مرسوم ما، مرسوم تنفيذي أو مرسوم رئاسي إلى غير ذلك، يعني هذه المادة يرى يؤول عليها يعني مآل النزاع، يتوقف عليها مآل النزاع، وشاف باللي هذا المتقاضي هذه المادة يعني الحكم التشريعي ولا التنظيمي هذا راح يجلسله ينتهك له حقوقه وحرياته التي يضمنها له الدستور، يضمنها له الدستور، فيمكنه بعريضه بسيطه فقط يدفع بعدم الدستوريه تحال هذه العريضه على مستوى المحكمه العليا او مجلس الدوله حسب الحاله، وتخطر بعد مراعاه اجراءات ينص عليها قانون عضوي طبق الماده 196 من الدستور، فيه قانون عضوي يحدد هذه الاجراءات، يحدد كيفيه الاخطار، ويحدد الاحاله المتبعه من المحكمه الدستوريه، والمحكمه الدستوريه ستنظر في هذا الدفع في اجل اقصاه 4 أشهر، يمكن تمديده ل4 أشهر غير قابله للتجديد مره اخرى بقرار، هذا القرار هو ملزم كما قلت. في هذا النقطه بالضبط بخصوص بروفيسور عمير الدفع بعدم الدستوريه، طبعا لكل مواطن الحق في الدفع بعدم دستورية، وذلك عن طريق التقاضي سواء القضاء العادي أو القضاء الإداري، حيث يتم الإخطار مثل ما تفضلت عن طريق المحكمة العليا أو مجلس الدولة، وهما يجسد ربما ما قاله اليوم رئيس الجمهورية خلال كلمته خلال هذا الملتقى، الذي قال في كلمة طبعا قرأها المستشار رئيس المكلف بسيد بوعلام طبعا، قال بأنه الكل أدرك تمام الإدراك طموحات الشعب لعدالة حقها وإلى الازدهار والتنمية في جزائر جديدة مهابة الجانب. طبعا هذا فيما يخص عدم الدستورية. فيما يخص تحدثنا قضية التركيبة البشرية، البعض يصف وجود 6 أساتذة منتخبين من الجامعة الجزائرية، طبعا مختلف الجامعات، خطوة ونقلة نوعية تمثل استقلالية كبيرة للمحكمة الدستورية. بالفعل، لأنه الأساتذة القانون الدستوري هم أولا نرجع إلى أن المحكمة الدستورية أولا هي مؤسسة رقابية دستورية رقابية مستقلة، هكذا هو النص الدستوري، لها كل الاستقلالية، قراراتها هي ملزمة لكل السلطات العمومية والإدارية والقضائية، وأن التركيبة هي أحد ضمانات استقلاليتها هي تركيبتها. فلاحظوا بأن الأعضاء الذين المعينون من قبل رئيس الجمهورية وهم يستمدون في الحقيقة بما فيهم رئيس المحكمة الدستورية، يستمدون شرعيتهم من شرعية رئيس الجمهورية ورئيس الجمهورية في نظام الجزائري ونظام حكم الجمهورية هو منتخب. ف6 أعضاء يعني نصف تركيبتهم أساتذة منتخبون من قبل يعني نظرائهم، أسس قانون دستوري من قبل أساتذة القانون العام في مختلف الجامعات الجزائرية، وهذا الانتخاب هذه التركيبة هي تضمن التوازن يعني الإقليمي بين يعني مختلف أرجاء الوطن، وهم غير متحزبون يعني ليست لهم انتماءات، ثم أنهم لا يحق لهم بعد تنصيبهم أنهم يكونون أعضاء في أي هيئة أو تنظيم أو منظمة أو يمارسون أي وظيفة أو أي مهنة حرة،
هذا ما يعطي الاستقلالية أكبر. ثم أنه فيه عضو ينتخب أيضا في من قبل يعني أعضاء المحكمة العليا، وعضو ينتخب من قبل أعضاء مجلس الدولة، يعني حتى ثلثي أعضاء المحكمة الدستورية هم منتخبون من وزرائهم، والثلث الأخير هم معينون بما فيهم رئيس المحكمة الدستورية، ويستمدون أيضا الشرعية من شرعية رئيس الجمهورية المنتخب، وكل ذلك يصب في مسألة تكريس ضمانة أكبر للاستقلالية، بما يضمن في الحقيقة ممارسة ضمان الحقوق والحريات لا سيما الأساسية. ممتاز ممتاز. نختم بهذه النقطة بروفيسور عميرش. مؤخرا المحكمة الدستورية والمجلس الشعبي الوطني وقعا اتفاقية تعاون، تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون المؤسساتي في إطار تبادل الخبرات والتكوين لأعضاء وإطارات الطرفين، لا سيما في مجال القانون الدستوري والقانون البرلماني. ما أهمية هذا النوع من الشراكة بين المحكمة الدستورية ومختلف مؤسسات الدولة؟ نعم، بداية تندرج مسألة الدفع بعدم الدستورية بناء على الإحالة من المحكمة العليا ومجلس الدولة، هو أيضا له ارتباط بسلطة قضائية، يعني بالقضاء، والقضاء كما نعلم هو أيضا هو الضامن للحقوق والحريات، والمحكمة الدستورية في هذا الدفع عن الدستور هي ضمانة أكبر لتسديد الحقوق والحريات. هناك أيضا السلطة التشريعية، السلطة التشريعية حتى نعرف من خلال سؤالكم الهام جدا حتى نعرف مدى الارتباط بين المحكمة الدستورية والمحكمة والسلطة التشريعية، يعني في مع البرلمان، نلاحظ بأن البرلمان هو السلطة التشريعية، تسن القوانين، تصدر القوانين، فالقوانين الصادرة عن البرلمان التي يسابق عنها البرلمان سواء كانت قوانين عضوية، وهنا المحكمة الدستورية يعني بنص الدستور هناك رقابة إجبارية لمدى تطابقها مع الدستور قبل صدور القانون في الجريدة الرسمية. وبالنسبة للقوانين العادية لا، يعني قبل صدورها يمكن اختار المحكمة الدستورية بمدى تطابقها مع أحكام الدستور. مسألة الحصانة البرلمانية يمكن اختار المحكمة الدستورية بشأن مسألة الحصانة البرلمانية. أيضا بالنسبة لي أن النواب المجلس الشعبي الوطني 40 نائبا طبقا لأحكام الدستور يمكنهم اختار المحكمة الدستورية، 25 عضو المجلس الأمة يمكنهم اختار المحكمة الدستورية بمدى تطابق يعني قانون ما عضوي ولا عفوا قانون عادي مع أحكام الدستور، ولكن قبل صدور هذا القانون الجديد الرسمية خلال الشهر. ثم أن رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة هما من الهيئات التي من الأشخاص الذين لهم الأهلية الدستورية، المكانة الدستورية تعطيهم حق اختار المحكمة الدستورية. إذن من الأهمية بمكان أنه يكون هناك نشر الثقافة الدستورية على مستوى نواب وأعضاء نواب من الشعب الوطني وأعضاء مجلس الأمة حتى يعرفوا الإجراءات، يعرفوا الحقوق التي خولهم في مسألة الاختيار، وأيضا في مسألة وجوب أن تتطابق أحكام القوانين والتنظيمات وحتى المعاهدات مع أحكام. كلها نقاط جد مهمة بروفيسور نذير عميرش، أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة القيمة وعلى كل ما تفضلت به. البروفيسور نذير عميرش أستاذ القانون الدستوري جامعة قسنطينة كنت معنا عبر الهاتف، جزيل الشكر لك.